مباراة الذهاب انتهت بتعادل هدف لمثله. سجل للكاك كل من رضا كروي في الدقيقة 26 وهشام خربوش في الدقيقة 42. إذا تأهل نادي القنيطري يمكن كان منتظر بعد فوزه في مباراة اليوم أمام فريق فتح النظر لمن هو ولو أنه ما كانش سهل يعني بعد تعادل في الذهاب. نعم مباراة كلها كأس العرب الكأس لن تكون سهل، فشفنا مانشستر يونايتد انهزم في الأسبوع الماضي بأربع أهداف لصفر مع فريق من الدرجة الثالثة، لذلك فدائما المفاجأة